السلام عليكم، كيفكم حبايبي الأطفال؟ معكم مس ميرفت فاروق من مدرسة وروضة جيل الراشد. اليوم سنتحدث عن الماء. نحن بالأمس تحدثنا عن، أو في الدرس السابق تحدثنا عن الأرض. الأرض على ماذا تحتوي؟ تحتوي على صخور وماء، أو على يابسة وماء. ما هي اليابسة؟ اليابسة هي الصخور والتربة، والماء اللي هي الموجودة البحار والمحيطات والأنهار. سنتحدث اليوم عن الماء، وهو عنصر مهم جدا في حياتنا. ننظر إلى هذا الفيديو وأعود إليكم. قال طارق: الماء ضروري لحياة الإنسان والحيوانات والنباتات. قالت خلود: يجب أن نغلق حنفية الماء بإحكام. إذا بعد ما سمعنا الفيديو انتبهنا له، إذا هو كان يتحدث عن الماء كم هو ضروري في حياتنا، إنه هو الماء إحنا بنشرب منه، إحنا بنتحمم منه، بننظف بيوتنا منه، بننظف أسناننا، بنطبخ من الماء، نسقي الورد والزريعات دائما بالماء، أيضا الحيوانات تشرب من الماء. إذن استخدامات الماء كثيرة جدا وهو ضروري لنا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. هذه الآية في سورة الأنبياء عن أهمية الماء، وإنه ربي خلق الماء، هو اللي خلق لنا الماء حتى يعيش كل شيء، كل شيء حي. النباتات تعيش وتحيا بالماء، نحن الإنسان البشر نعيش ونحيا بالماء، نأكل نشرب نطبخ من الماء، الحيوانات أيضا تعيش من الماء. انظروا إلى هذا البيت، كيف أن أيضا نحن نحصل على الماء. سبحان الله، أحيانا يشح الماء، تأتي الشتاء يسقط المطر، انظروا كيف الماء هذا عندما يأتي المطر نجمعه أحيانا في حوض أو في شيء لنسقي فيه الزرع. انظروا إلى هذه الفتاة الجميلة، كيف أنها تأخذ هذا إبريق الزرع وتسقي فيه النباتات. إذا الماء أيضا يعيش منه النباتات. نحن أيضا نستخدم الماء في التغسيل، في الشرب، في الطبخ، في أن نسقي الحيوانات، في كل شيء. طيب، إذا إحنا بما أنه الماء يعني جدا مهم، كتير ضروري، ماذا يجب علينا؟ علينا أن لا نسرف في الماء. بصير مثلا أروح أنا أغسل يدي وأجعل الماء يضل يصب؟ طبعا لا. أيضا عندما أجي أنا أنظف أسناني، هل يصح أن أجعل صنبور الماء يكب الماء وأنا تارق ماسك الفرشاة وأنظف فيه أسناني؟ أيضا لا يجوز، هكذا اسمه إسراف في الماء، وبهذا نحن يقل علينا الماء. إحنا أصلا بشكل عام في بلادنا الأردن الماء قليل، فلا يجب أن نسرفه ونجلس، حرام يعني، يعني تنتهي البشرية جمعاء إذا انتهى الماء من الحياة. إذا يجب أن نعتني ولا نسرف في الماء. أريد أن أذهب معكم إلى كتاب التمارين. سأتحدث لكم عن قصة الماء أجرتها مدرسة في الأردن هنا لتوفير الماء، وأخذوا الجائزة في توفير الماء، سأخبركم عن في كتاب العلوم التمارين صفحة 31. فاز طلبة إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم ومعلموها في الأردن بجائزة البرنامج الدولي للمدارس البيئية لتوفيرهم في الماء في مدرستهم. كيف وفروا الماء طيب؟ خلينا نعرف ماذا فعلوا. تشكلت المدرسة أو شكلت المدرسة فريق عمل من الطلبة. أجرى هذا الفريق بحث لتعرف المجالات التي أهدر فيها الماء، ووضع خطة للتقليل من هذا الهدر، الهدر يعني إسراف الماء. ثم باشر في صنع ملصقات، باشر ثم باشر في صنع ملصقات
توعوية عن أهمية توفير الماء، صاروا يعملوا ملصقات ومنشورات عن أهمية توفير الماء، وأعطى محاضرات توعوية للتعريف بأهمية توفير الماء كي يسهم زملائهم في المحافظة على الماء. يعني عملوا مثل لوحات صغيرة ألصقوها على حيطان المدرسة، عند أبواب الحمامات، عند المغاسل. إذن للزملاء وضعوها على الحيطان حتى زملائهم في المدرسة جميعهم يقرؤوها ويتعرفوا كيف يوفروا الماء في المحافظة على الماء. وتواصل الفريق مع أولياء الأمور برسائل نصية قصيرة، صاروا يبعثوا رسائل للأهالي لتوعيتهم بأهمية المحافظة على الماء. قام الطلبة والمعلمون بإجراءات بسيطة، منها شو إيش صار الحل الآن؟ هم وضعوا توعية إنه لازم مثلا إصلاح صنابير الماء ما تكون عم تنقط لأنه ما بيزبط. طيب، وأيضا مياه الأمطار، جمع ماء الأمطار، وقد أسهم ذلك في توفير كميات كبيرة من الماء. وفروا كميات، صاروا لما تمطر الدنيا يجمعوه بأحواض ويجمعوه في خزانات الماء تبع المدرسة حتى يضل في عندهم، يوفروا كميات كبيرة من الماء. وما في ولا صنبور في الحمامات أو في المغاسل أو في مكان استخدام الماء إنه عم يعني فيها تنقيط أو فيها أي عطل. وأصبح الطلبة وأولياء الأمور أكثر وعيا بأهمية المحافظة على الماء، والحد كثير منهم خطوات عملية لتوفير الماء في بيته أيضا. أخذوا كثير منهم الخطوات ليوفروا الماء، يعني حتى الأهالي صاروا يعملوا مثلهم. وعلى هيك أطفال الحلوين، كملوا بدي منكم رسمة حلوة عن الماء، مثلا عن توفير الماء، عن استخدامات الماء. أشوف شو بيطلع معكم رسومات. أحلى رسمة رح أحطها أيقونة الواتس تبعنا، وأكافئه على أجمل رسمة بشهادة شكر جميلة. رح أترككم مع الأنشودة الحلوة. يلا إلى اللقاء، باي.